السلام عليكم، ازاي الحال؟ انا في الحقيقه اليوم جايكم بموضوع هيجيب لي الهوى، لكن قلت يعني برضو هتكلم عنه. موضوع عن حركه دلوقتي، حركه نسويه، هي اصبحت منتشره في العالم. على الاقل الافكار بتاعتها اصبحت متفشيه في وسط النساء، والنساء كل يوم مقتنعات بانه دي الافكار اللي المفروض انه يعيشوا بها يعني. وهذه الحركة هي حصلت وبدت في كوريا الجنوبية. الناس قد تستغرب في حكاية كوريا الجنوبية دي، ولكن كده يخليكم معاي وحاوريكم انه الحاصل شيء يعني. الحركة اسمها فور بي موفمنت، بي الحرف بي. والحرف بي ده جاي من شنو؟ من انه كلمة لا بالكوري هي عبارة عن بي اي بي بي something او باي something like that، فجات من كلمة باي دي، كلمة فور بي اللي هي معناها باختصار اللاءات الأربعة. مش نحن عندنا في الثورة السودانية اللاءات الثلاثة، هم عندهم اللاءات الأربعة. واللاءات الأربعة دي هي شنو؟ هي شوية طبعا شديدة الثناء يعني، أو اكستريم شوية، لكن عملوها عملوها النساء في كوريا، كوريا الجنوبية. كوريا الشمالية دي ما بر الكوكب، بر الكون، دي ما سامعين لهم ولا عارفين لهم حاجة، لكن كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية مختلفة. فاللاءات الأربعة هنا لشنو؟ لا للزواج، لا للمعاشرة الجنسية مع الرجال، لا لمواعدة الرجال ديتينج، ولا للإنجاب. أربع حاجات اللي هي دي الحاجات المجتمعات بتنظر ليها او تتوقعها من النساء. قاموا تمردوا على ذلك وقالوا لا، اربع حاجات دي ما هنعملها. الكلام ده بدا من 200، بدا من 2019 ليها دلوقتي 5 سنين القصه دي. وصدقوا او لا تصدقوا يعني عندها تاثير، عملت تاثير في المجتمع الكوري الجنوبي بصوره واضحه، لدرجه انه الناس بدات يعني تغير من أساليبه مع النساء في كوريا الجنوبية. طيب واحد ممكن يقول كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية فيها شنو؟ مشكلة شنو تحت النساء؟ نحن بنعرف كوريا الجنوبية من خلال الـ يعني إنجازات التكنولوجية بتاعتهم والصناعات يعني مثلا كلنا بنعرف سامسونج وبنعرف ال جي، ديل شركات كبيرة بتاعت أجهزة كهربائية وعالميين يعني، من أحسن الشركات في العالم. عندهم شركات بتاعت سيارات، العربات، كيا وتاني منه هايونداي والحاجات دي كوريين، ودلوقتي اكتسحوا العالم يعني، في العالم الثالث ده عرباتهم دي بقت فوق توب. حتى هنا في امريكا بالمناسبه بينافسوا منافسه شديده العربات اليابانيه والعربات الامريكيه، لانه عندهم صفات كده يعني. جو عملوا ماركتينج كامبين للعربات بتاعتهم، وادوا الناس يعني ميزات كبيره جدا بتاعت وارنتي، اكستندد وارنتي وما بعرف ايش، وعرباتهم اثبتت انها عربات جيده يعني. فيبقى هم من النواحي الصناعيه والتكنولوجيه ومن النواحي الاقتصادية كذلك يعني، دلوقتي شركاتهم دي بتنافس عالميا وعندها موقع مميز في العالم يعني. فيبقى هم من الناحية دي ما بتلحقوا أو ماشيين بسرعة الصاروخ. والحكاية دي طبعا أنت لما يكون عندك اقتصاد كويس ويكون عندك يعني تكنولوجيا كويسة وبتاع، بتزيد التعليم، بتزيد الثقافة تحت المجتمع، وبالتالي المجتمع بيبتدي ينظر لأمور أخرى حاصلة في حياته عشان يحسن مستوى حياته. النساء في كل المجتمعات رفلي هم نص المجتمع،
وانا دايما بقول انه النساء هو رغم انه عدديا قد يكون نص المجتمع، ولكن هو في الحقيقه 75% من المجتمع يعني. لانه المجتمعات تبنى على اكتاف النساء. طيب كوريا من رغم التطور بتاعها ده عندهم مشكله متاصله اسمها مجتمع ذكوري. يعني مجتمع ذكوري لدرجة شديدة جدا. في فرق شاسع جدا بين المواقع اللي بيلقوها الرجال في المجتمع والميزات وموقع المرأة في المجتمع، ودي الطريقة اللي أنت بتقيس بيها بالمناسبة المجتمع ده ذكوري يا درجة. عشان تعرف يعني عشان تعرف المجتمع ده ذكوري يا درجة، أنت بيكون بكل وضوح من نظرة واحدة كده تقدر تعرف بإنك تشوف موقع الرجل شنو وموقع المرأة شنو. المقارنة دي طوالي تديك الدليل على مدى تعمق المجتمع أو الأفكار الذكورية في المجتمع. طيب كان حاصل شنو؟ المرأة في المجتمع الكوري، وده المجتمع الكوري براو، لكن هم لانه دلوقتي بقى عندهم فرصه انهم يفكروا في الامور دي يعني بعد التحسن الاقتصادي اللي حصل لهم. يعني المجتمع الكوري تحت سيطره الرجل، سيطره يعني كامله. تنتقل السيطره دي من الاب للزوج وبعدين تجي للابن الاكبر. عندهم الحكايه دي، الابن الاكبر يتحكم في حياه امه، هو يأمره وينهيها. تخيل ولدته من بطونه دي وربته ورضعته وسوته ويجي يتحكم فيها سيادته يعني. anyway المرأة لا صوت لها، لا مكان لها في العمل العام، ولا عندها أي نوع من القوة ولا المشاركة في اتخاذ القرار أو اتخاذ أو أي نوع من السلطة. كل المطلوب منها إنها تكون زوجة وربة منزل ومربية للأطفال، وهذا الزوج أو هذا الرجل من حقه، أنا بكرر من حقه لأنه الحكاية دي منتشرة في كوريا لدرجة مبالغ فيها يعني، من حقه إنه بجانب زوجته الموجودة في البيت اللي بتولد له في العيال وتنظف له في البيت وتطبخ له دي، إنه يمشي ياخذ مستريس، يصاحب نسوان تانيات. ودي حاجة متفشية لدرجة إنه النساء الزوجات بيجوا بيحاولوا يبحثوا عن مستريس مناسبة للزوج، يقول له أمشي صاحب دي بدل ما تكون ما عارفة هو بيعمل في شنو يعني. صدقوا أو لا تصدقوا إنه دي حقيقة حاصلة، أو على الأقل كانت حاصلة. وسوء معاملة الزوجة ليس لها أي عواقب، ما هي تحت سيطرته حقته. تذكروا انا قبل كده لما اتكلمت عن الحلقه بتاعت الاضطهاد، قلت لكم انه الاضطهاد ما بيحصل من فئه ضد الاخرى الا اذا كان بمباركه المجتمع او مباركه الحكومه القائمه. فهؤلاء الرجال لا يشارك في اعمال المنزل، ما بيشارك اصلا، ما عنده علاقه لا بتربيه اطفال لا بطبيخ لا بنظافه لا بي ما بيعمل اي حاجه. كل مطلوب منه يمشي يشتغل الثمانية ساعات والعشر ساعات بتاعته دي، ويجي ياكل ويشرب ويلبس الهدوم النظيفة بتاعته ويطلع عشان to have fun مع أصحابه، يمشي هناك أو يمشي لصاحبته. ودي ما ولا حاجة عيب ولا حاجة مستهجنة من المجتمع ولا أي حاجة. قلت لك لدرجة إنه النساء بيجوا عشان يسيطروا على القصة دي somehow. الزوجات واحدة بتقول أنا أخير أعرف منو المصاحبة راجلي، تقوم تمشي تختار لي واحدة أو تدلز لي واحدة كده يمشي صاحبة هي يعني. فيبقى الرجل دوره شنو؟ الرجل دوره إنه يمشي يشتغل عدد من الساعات في اليوم ويجي راجع باقي اليوم عبارة عن فن بالنسبة له يعني.
يصاحب الدائرة ويمشي يشرب ويمشي البارات ويمشي النادي الليلي ويمشي ما بعرف ايش وبتاع. وفي واحدة مسكينة هنا بتربي لها في عياله وما عندها أي يعني استغلال اقتصادي، هي ما عندها، ما بتتكسب، ما بتشغالة مثلا، أو حتى لو شغالة هو من حقه إنه يسيطر على المدخول بتاعها بالمناسبة. هذه المرأة اللي هو بيسيئها معاملتها وبيهينها، وأكثر إهانة للمرأة بالمناسبة إنها تكون عارفة إنه بصاحب واحدة ثانية عليها، دي ما في إهانة أكثر من كده يعني، ما في. أنا قاعدة معاك هنا بحاول أبني حياة معاك وأنت بتمشي تتصاحب لي في النسوان الثاني. ده يعني شنو يعني الكلام ده؟ طيب ده الوضع الحاصل كان. فهؤلاء النساء اكتشفوا إنه يا أخي أنا ليه أكون في الموقع ده؟ ليه؟ كده أنا يعني السبب شنو؟ في إنه أنا مفروض أكون مستمرة في هذا الوضع، شغالة بشتغل في شغل اليوم كله في البيت، بربي في العيال وبطبخ وبنظف وبسوي بتاع، وزوجي حتى ما ملاحظ انه انا بعمل في كده ولا شايف انه دي حاجه المفروض تقدر وتحترم، وانا ما بلقى عليها عائد. حياتي كلها، حياتي اللي انا بكون فيها منتجه، مفروض اكون فيها منتجه ومؤثره وابني روحي، ابني مهاراتي، ابني علمي، ابني كده، بضيعها في انه اخدم هذا الرجل الذي لا يقدر هذه الخدمه وبيحتقرها في الحقيقه. يحتقر هذا النوع من العمل، وفي النهاية هي will just throw me out من غير ما يكون عندي أي طريقة إنه أنا أواصل باقي عمري، يعني أواصل في إنه أنا أقدر يكون عندي دخل أو عندي كده أو كده، ما في. وده وضع كثير جدا من النساء في العالم كله. كوريا براها يعني، لكن كوريا كان فيها البيرفكت environment اللي هو البيئة المناسبة جدا لنشوء حركة زي دي. ليه؟ لأنه اقتصاديا هما في تقدم، أوكي، وبالتالي في نسبة كبيرة جدا من النساء المتعلمات اللي بدوا يحسبوا الهناية. وبعدين سوء وضع المرأة كان لدرجة مبالغ فيها في كوريا الجنوبية دي، يعني سوء شديد جدا. فهذا الوضع السيء مع قدرة النساء أو تعليمهم، وبالتالي عقولهم دي تفتحت تشوف القصة الشيء الحاصل ده، وبعدين قدرتهم إنه تشتغل وتعيش بنفسها، دي حاجة مهمة إنها تطلع نفسها من القصة دي. أنا ما عاوزة أتزوج، أنا عاوزة أشتغل وقروشي تكون حقتي، أنا أبني بيها حياتي وأبني بيها مستقبلي، وألقى لي قروش لما أكبر أعيش بيها في الدنيا دي يعني. فعندهم القدرة دي. فكثير جدا من الشباب قالوا إن احنا ليه ندخل المؤسسة الزوجية المهينة المذلة لينا دي يعني؟ ليه؟ عشان فروات يعني. عشان هنتكسب شنو؟ فقرروا إنه يلتزموا بهذه اللاءات الأربعة. لا زواج، لا معاشرة، حتى الجنس خلوه. ما تصاحبني، ما أنا صاحبك. اوكي، نو ديتينج، ما فيش امشي نو ديتينج مين. انا يعني ما اقدر ادخل في تفاصيل معنى الكلام ده، ولكن لا معاشره للرجال ولا ديتينج ولا انجاب، ما حجيب عيال. حصل شنو؟ ما هي دي حركه، دي حركه تحرريه. الناس ما بتشوفها كده، لكن هي حركه تحرريه عاوزة تغير من وضع مهين ومذل ووضع اضطهادي. والوضع الاضطهادي ده ما في كوريا براها للأسف يعني، لكن الكوريات كان عندهم الشجاعة إنهم يطلعوا الحاجة دي. الحكاية دي أثرت؟ يفتكروا؟ نعم بلى. أثرت جدا. دلوقتي حصل شنو في المجتمع الكوري؟ المجتمع الكوري بالمناسبة من المجتمعات التي تشجع على الإنجاب، تشجع على الإنجاب، دايرين الناس يولدوا أكثر، كوريا الجنوبية. بالتالي يعني الاستراتيجي بتاعتهم بتاعت إنه نحن عاوزين الناس تولد أكثر أو معدل الولادات يكون أكثر، تأثرت بهذه الحركة، لأنه صراحة كثير جدا، نسبة عالية جدا من الشابات الكوريات أخذوا الموقف ده.
اوكي. حصل شنو؟ اول حاجه نسبه الخصوبه انخفض. نسبه الخصوبه دي معناها يعني باختصار كده انه كل امراه عندها القدره انها تجيب اطفال قدر شنو، باختصار كده نسبه الخصوبه انخفضت، فيبقى نسبه الولادات مع نسبه النساء اللي المفروض في عمر الانجاب اضطربت، يبقى معدل الولادات انخفض، انخفض جدا في المجتمع. ودي حاجة ما دايرة الحكومة، دايرة عكس ذلك، دايرة الناس يولدوا أكتر. المجتمع نفسه بدأ يحصل فيه تغيير من ناحية التفكير. يعني الرجال الكوريين لو لاحظت في الميديا بدوا يقولوا It's high time، حان الوقت للنساء ديل ياخدوا موقف، يعني لأنه دي حقارة شديدة جدا. ديل الرجال بدوا يقولوا كده، وبدوا ده غالبا الرجال اللي يعني كوريين يس وتربوا في كوريا، لكن دلوقتي عايشين برا فعندهم قدرة انهم يقولوا الكلام ده ببساطة يعني، ولكن بدوا يتكلم يعني. اوكي. الحكومة نفسها بدأت تاخذ يعني تلاحظ للقصة دي، وتلاحظ لانه يعني فعلا حقيقة في حاصة في ظلم بين للنساء في مجتمع كوريا الجنوبية، وهم كدولة بتنظر لأنها تكون واحدة من دول العالم الأول، أنت ما ممكن تسمح بحاجة زي دي يعني، أو دي حاجات ما مسموح بها، كيف أنت يكون عندك تفرقة واضحة للدرجة دي بين الرجال والنساء؟ فبدوا يغيروا في أسلوبهم ودعمهم للممارسات دي، وبدأ يحصل فعلا تغيير في كوريا الجنوبية. طيب يعني أنا ليه بقول بتكلم عن الموضوع ده؟ بتكلم عنه لأنه العالم كله دلوقتي بقى فيه هذا التوجه من النساء. للأسف النساء تمردوا على الأوضاع دي، في تمرد عالمي. ها؟ واللي ما تتمرد فعليا يعني تنفذ هذا القرار في حياتها كثير جدا في الدول الغربية دلوقتي، النساء بيقول لك أنا يعني مرتاحة، ها حاسه اني في امان، عندي مدخولي لي حقي، انا ما في زول بيسيء معاملتي ولا يقلل من قدري، وانا متقدمه في وظيفتي، و بقت الامور شكلها افضل. انه انت ما يكون عندك علاقه مع رجل باي شكل من الاشكال وتكوني براكي سنجل. وهؤلاء الأطفال، أنا ما يعني أنا أم لثلاثة وأفتخر بذلك جدا، لكن الأطفال هم من المسؤوليات اللي بترمى على عاتق المرأة، يعني رغم أنه الرجل اللي هو الأب يعني، ولكن الآباء لا يعني لا يقدمون الكثير في حكاية تربية أبنائهم دي، بيفتكروا إنها ما وظيفتهم. الولد والبيت بس يجوه كده نضاف وماكلين وشاربين وريحتهم سمحه في اخر اليوم كده، ويقول انا والله انا بابا وانا ما بعرف ايش وبتاع، ويديه لام. ما في عمل حقيقي او تحمل حقيقي للمسؤوليه من الرجال تجاه ابنائهم ولا بناتهم. والرجال عندهم الاعتقاد في راسهم انه حكايه الالتزام بعلاقة زوجية وتحمل المسؤولية دي حاجة كده يعني هم بيكرهوها. لا، طب انت لو ما هذا الزواج اللي هو مفيد جدا لك بالمناسبة، انت كرجل ومتزوج انت حياتك افضل بكثير جدا من رجل ما عنده امرأة في حياته. انت حياتك منظمة، انت قادر انك تركز في شغلك لانه في somebody else، في شخص اخر بيشوف في امورك في البيت، النظافة والأكل والشراب والجنس المتاح ده والحاجات دي كلها متاحة منظمة موجودة في حياتك أنت كرجل متزوج، وعندك أبناء وعندك أسرة وفي حاجات كثيرة كويسة جدا في حياتك. فأنا ما أعرف النقنقة بتاعت والله يا أخي أنا وفقدت حرية، ما بعرف ما في حرية. الأحرار ديل مفروض يحسدوك على الوضع اللي أنت فيه ده، انت المفروض تحمد ربك انه انت عندك علاقه من النوع ده في حياتك، وانه في وحده مكرسه حياتها لخدمتك.
قد يكون في احترام كبير جدا لهذه الوحدة اللي مكرس حياتها إنها تخدمك، تخدم أبنائك. وهؤلاء الأحرار اللي أنت بتتكلم عنهم دي شنو يعني؟ بيلعبوا كشتينة وبيسهروا لحد نص الليل، وبعد ذاك يسكروا ويمشوا ما بعرف يتخمدوا ينوموا عشان يصحوا ثاني يوم نص النهار. دي الحياة اللي أنت بتنظر لها يعني؟ دي كده الحياة المفروض تكون كده يعني؟ ده اللي أنت بتفتقده في حياة الحرية يا ناس، يا ناس. حاولوا إنه تفكروا في الدنيا دي بصورة ديفرنت. كل مرحلة من مراحل حياتك عندها أمور مرتبطة بها، يعني اللي حكاية الحياة زي دي اللي أنت مفتقدة دي وأنت عمرك 45 سنة، دي انتهت، دي في عشرينات مقبولة، عمرك 22 سنة 23 سنة، زول لسه مقبل على الحياة ولسه النزعة بتاعت المراهقة لسه فيك يعني. بعد ذاك بيبقى ما راكبة ذاتها يعني، ده تعمل شنو يعني؟ بتبقى ما راكبة في مستوى العمر أو المرحلة العمرية اللي أنت فيها يعني. anyway، فأنا الحاجة اللي عاوز أقولها إنه الظلم ده حاجة بينة بالمناسبة للزور ده يشوفه، والنساء مظلومات في مجتمعات كثيرة من ضمنها مجتمعاتنا نحن يعني. والحكاية بتاعت استمرار هذا النوع من العلاقات بقت فيها شك. الأجيال القايمة دي عندها يعني نزعات بتاعت تفرد، أنا فرد من أفراد المجتمع عندي حياة واحدة، أوكي، عاوزة، أنا بتكلم عن النساء بالذات يعني، عاوزة أقضيها بصورة أكون فيها موجودة بسلام وأمان وإنتاجية، وأكون زولة مثقفة ومتعلمة وأتقدم لقدام وأقدم خير للبشرية دي. أنا ما عاوزة زول يكون جاي بغرض التقليل مني، تقليل من قيمتي ومن قيمة ما أقدم في المجتمع. يعني حكاية إنجاب الأبناء وتربيتهم دي المفروض تكون فوق رأس العنتيل، تكون أول حاجة، أهم حاجة ممكن إن إنسان يقدمها للمجتمع، ولكن أنتم مخاتمنها في الحضيض، بتحتقروا النساء لأنهم هم بيقوموا بهذا العمل. ولا في حد يقدره، ولا في حد يحترمه، ولا في حد يشكرهم عليه. وتجي وبعدين تجي تقولوا ليه النساء تمردوا؟ تمردت لأنه أنت ما بتحترم اللي أنا بعمله، انت بتحترم رئيس الشركه او صاحب الشركه او المدير او الوزير، لكن ما بتحترمني انا كأم ولدت وربت واهلت اولادك، ما بتحترمني لا، وما بتقدرني. وبالمناسبه جزء من التقدير هو تقدير اقتصادي، مش تشتري لها ذهب عشان ما انت تطلعوا منها لما انت تطلقها وتشيل الذهب اللي قلحته منها، ده مش تعرس بيه واحده ثانيه، لا لا انا ما بتكلم عن كده، انا بتكلم عن انه المفروض الوحده شهريا يكون عندها مدخول اقتصادي او مدخول راتب، لانها قاعده معاك وقاعده في البيت، اذروايز تخليها تمشي تشتغل وتجي تشاركها واحد بواحد في امور البيت اللي بتعملها دي. هي غسلت العده انت تنشفها، هي غسلت الهدوم انت تكويها، هي حمت العيال انت تلبسهم وترقدهم توديهم السرير وتقريهم نص بالنص، لانه انتوا الاثنين شغالين وانتوا الاثنين بتساهموا اقتصاديا في القصه دي يعني. ده التفكير المفروض يكون كده يا ابنائي، اذا عاوزين المجتمعات تمشي لقدام، اذا عاوزين تتحضروا وعاوزين تفهموا انه الدنيا دي ماشيه على وين. الضرب والخبط والاهانه والكلام اللي انتوا بيسووه فيه ده ما بيمشي البلد دي لقدام، ولا بيمشيكم انتوا لقدام، ولا بيمشي مجتمعاتنا لقدام. احترموا النساء، قدروا دور النساء في المجتمع وادوهم فرصه، لانه لو اديتهم فرصه قد يتغير وضعنا بالمناسبه. النساء دي الاكثر حكمه وانتم ما عارفين كلامنا. شكرا لكم، شكرا جزيلا. انا عارفه انه حلقه هو كثير يجيني من الكلام ده، لكن دي الحقيقه. واي راجل زعلان قبل ما يزعل ويكتب كلام يندم عليه هو ويقلل من قدره يفكر فيه يعني. انا لحد اسع ما هنت لي راجل ولا قلت هناك، بس قلت
احترمونا يعني. شكرا لكم يا جماعة، اشتركوا في القناة. أنا يعني قد أبدو متمردة لبعض الناس يعني، وأفكاري شوية قوية كده، ولكن إن شاء الله بقدم لكم حاجات تفيدكم برضو يعني. أنا طبيبة وبقدر أقدم معلومات طبية وصحية مفيدة للمجتمع ومفيدة للناس. شكرا لكم.